عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. طبعا رح نوصل نحن وياكم وصلنا عند كارلا بخفيف نضيف أهمية النظام الغذائي المنخفض الدهون للناجيات من مرض سرطان الثدي. صباح الخير كارلا. صباح الخير جوزيف. يعني انا قلت بهالطريقه للناجيات يعني يلي خلصوا التريتمنت وصاروا صحيح. بصحه صحيح. جيده. طب هل ينطبق على اللي بعدهم عم بيمارسوا طبعا 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 كله يعني هو الحقيقه وقت نحكي عن هيدا الموضوع موضوع سرطان الثدي عم نجمل الوقايه يعني قبل كمان ما ننصاب بالمرض وخلال العلاج. واهم شيء اليوم لان رح احكي عن دراسه كثير كبيره انعملت على فوق العشرين الف سيده واطلعوا تحديدا جوزيف على حالات رجوع اذا بدك المرض وقت بتعرفي كثير اوقات بعد سنتين بروجع السرطان خاصه سرطان الثدي اوقات بعد 5 سنين اوقات بعد 10 سنين واطلعوا كمان على حالات الوفيات. فهون الحلو بالموضوع انه كان في عندك مجموعه تقريبا مؤلفه من فوق 19 الف سيده ومجموعه اخرى مؤلفه من حوالي 20 الف سيده. ال 20 الف سيده اللي هن كلهم بنفس الوضع يعني ناجيين من مرض سرطان الثدي. ال 20 الف سيده هدول كفوا اكل عادي يعني ما غيروا شيء بغذائهم، بينما ال 19 الف سيده اتبعوا نظام خاص. يعني اول شيء شفنا شو يلي تغير وشو كان العوامل يلي ساعدت هالمجموعه انه تنجى اكثر او حالات الوفيات تقل. وهلا بنقول قديش النسبه. اول شيء انت عم تحكي بس سرطان الثدي ولا سرطان عم نحكي تحديدا سرطان الثدي وبعد شوي رح احكي شوي بالاضافه لسرطان الثدي امراض القلب والشرايين. طبعا ما قالن علاقه ببعضهم بس كمان امراض بدنا نتوقع منها. فاول عامل جوزيف هو زياده الوزن. كل السيدات يلي كان عندهم سمنه كان خطر انه يرجع سرطان الثدي عندهم بنسبه 35 او حتى 40%. يعني فاول شغله بنقولها للسيدات انه بليز ما تنصحوا خاصه يلي مرقتوا بالسرطان سرطان الثدي. حاولوا انه قد ما فيكم تحافظوا على وزنكم وتبعدوا عن السمنه او زياده الوزن. العامل الثاني اللي هو ساعد كثير انه كمان المرض ما يروجع هو اتباع نظام غذائي قليل الدهون. وقت نقول قليل الدهون يعني طبعا بدنا ننتبه على مجموع الدهون اللي عم ناكله بالنهار بالاضافه لنوع الدهون. ودائما نحن بنقول كنوع الدهون اضبط شيء زيت الزيتون. فالكل اللي استهلكوا من ضمن غذائهم 30% او اقل من مجموع الاكل بالنهار من الدهون كانوا اكثر اقل عرضه ليرجع سرطان الثدي. و الكثير مهم جدا هو السيدات يلي انتبهوا على استهلاكهم للفاكهه والخضار. فكمان هالسيدات استهلاكهم يعني زادوا صح يعني هون كمان؟ هون ما عن فاكهه والخضار وهون ما عم نطلع على مثلا قد ايه عم ناكل بالنهار. يعني حسب انت جوزيف عاده بحياتك تاكل حبه فواكه بالنهار مع حبه خضره، صرت عم تاكل حبتين فواكه وحبتين خضره تحسن وضعك او قلت الخطر يروج عندك السرطان. بغض النظر عن قد ايه انا اصلا عم باكل، بمجرد انه زدت الكميه شوي صار عندي تحسن. هلا طبعا السيدات يلي اصلا بياكلوا خضره وفاكهه كثير يمكن اوكي اذا ما في انه اذا زادوا اكثر قد ما بيقدروا يزيدوا اكثر. اكثر شيء استفادوا يلي ما كانوا عم بياكلوا كثير وزادوا الكميه. نحن كنا عم نحارب السكر بالنسبه للسرطان، السكر بالفواكه يختلف عن السكر. لا رح ارجع اقول لك السكر تنقول ان كان الفركتوز او السكروز كل هالامور اللي هي تنقول الفركتوز موجود بالفواكه. بس المشكل جوزيف انه انت وقت يطلع لك تفاحه مع تنقول 3 حبات مشمش، طب هيدول اكيد فيهم فركتوز بس كلهم سوا ما بيطلع فيهم مثلا 6 جرامات، بينما انت بالسكر الموجود بالاكل ما في اقل من 10 بالحصه الواحده اللي عم تاكلها بالمضاف. مشان هيك وقت نقول خففوا السكر بالنهار ما بنجمل الفاكهه،
العصير نعم، حتى العصير الطبيعي، لان انت بتعصر كبايه فيها يمكن 5 حصص من الفاكهه بكوب واحد. نعم. ساعتها عندك مركز السكر بالعصير حتى ولو عصير طبيعي. من هون بنقول نحن ما عم بقول عصير، عم بقول فاكهه. نعم. يعني قد ايه بالنهار معقول واحد ياكل فواكه، الا اذا طبعا قطعت بطيخه واكلتها كل النهار. نعم. هيدي اكيد بدنا ننتبه لها. قديش مش عدل انه الواحد العصير الطازه من الفاكهه هالقد يعني، لانه او الشغلتين مهمين جوزيف اللي دائما بنرددها ومعك حق انه هذا عصير طبيعي. اولا تجمع السكر بقلب الكوب. نعم. وثانيا خساره الالياف اللي هي بتلقط السكر. نعم. هيدي هلا طبعا ما عم نقول انه العصير الطبيعي مش مفيد، طبعا مفيد وفي بعده كل الفيتامينات والاملاح المعدنيه الموجوده بالفاكهه. عم نقول لا اكيد فينا ياخذ كوب عصير بنهار طبيعي مش مشكل، بس انا وقت الواحد يعصر لتر من الاورنج جوس او عصير البرتقال وكل يوم كل شوي يصب كوب ويشرب، لا هيدا ما بدنا اياه. يعني ناخذ كوب من العصير البرتقال بالنهار ما في اي مشكل، بس باقي الحصص تكون فيكها. او في حاله السكري واي مشاكل ثانيه، او نحن اذا عم نحكي عن الاورام السرطانيه، لا كله الفيكها افضل. افضل. لا. هلا لنكفي بموضوعنا، بس تقول لك جوزيف انه دراسه داينت حوالي 8 سنين، يعني نحن شفنا التطور خلال 8 سنين وحتى لعشر سنين، وتبين انه في عندك نسبه الوفيات نسبة روجعة المرض كانت فوق 80% عندي اللي كانوا عم ياكلوا عادي، وتحت 70% عن كان يلي عم ياكلوا فات أقل. وبنفس الوقت وقت تطلع على الوفيات كان في 120 وفاة بالمجموعة يلي أكلوا عادي، وبس 60 حالة وفاة بمجموعة صح مثل ما أنت عم بتقول، تقريبا النصف بهالمجموعة. فأكيد أنا شو بدي تغيير بسيط بأكلي بنظام غذائي، خفف الدهون، خفف المقالي، خفف زيد كم حبة فواكه أو خضرة بالنهار، تغيير سهل بالحياة، فما نتردد نعمله. وضروري هون نلفت النظر جوزيف لكل السيدات اللي هلا عم بيتبعوا حميات غذائيه ليخسروا من وزنهم، بغض النظر تعرضوا او لا لسرطان الثدي، بس بدي وعيهم انه في هلا تعرف درجه الاتكنز دايت، الكيتوجينيك دايت، الهاي بروتين، الهاي فات، ديكون، انتبهوا. بس في عندنا مشكله هلا كمان بنفس الاطار اللي عم نحكي عنه، انه هل أنظمة المنحفة هلا ما بتنبسطوا انه انتم تضعفوا بسرعة، بس يوما ما لا ينفع الندم مثل ما بيقولوا. صح. تبين انه هالأنظمة مش بس لان الدهون فيها عالية، حتى ولو نقينا اصناف من اللحوم قليلة الدهون تبين انه كل شيء انيمال بروتين او بروتين جاي من الحيوان بكثرة عم بيزيد الخطر نسبة الإصابة، ومش بس بالسرطانات عامة انما بامراض القلب والشرايين عند الصبايا عند السيدات والرجال. نعم. يعني الرجال كمان بهالمشكلة. فنحن وقت نقول مثلا اتكنز دايت او كيتوجينيك او كل هالامور، يعني مثل ما قلت جوزيف بروتين. نعم. بكترة يعني عندك انت بروتين من اللحمة من الدجاج، وبيقولوا لهم كله قد ما بدكم، يعني انت على الوجبة لانه ما في شيء فول بروتين يعني 100% الا لحمة ودجاج، يعني البقوة هلا حتى مثلا البيض فيه فول بروتين البيض اوكي البيض مزبوط، بس هلا مثلا تقلك. نعم. انه تبين اكثر الخطر عم بيجي من اللحوم والدجاج، واقل خطر اجى من البيض والسمك. نعم. تفضل. طيب نسمع كثير انه قصه اللحمه لان نفس لون لحمه الانسان بتسبب التوتر والازعاج وكذا. هلا ما بعرف بلا ما نفوت بالتفاصيل. انه الافضل لحم البيضة مثلا دجاج وسمك. ما بعرف. هلا بالمطلق وقتها تطلع انا بفهم واحد زائد واحد بيعملوا اثنين. مهم الكميه. مهم الكميه. نعم. واكثر من هيك انه انا وقتها اطلعت بهالمجموعه بتاكل اكثر سمك. نعم. وبيض من تنقول لحمه ودجاج. تطلع بعد 20 سنه هيدا منيح وهيدا منيح. مضروب. اه اللي اكل سمك صحته منيحه، اللي اكل لحمه ودجاج صحته مضروبه. فهلا صار في عنا سنين من العلم تقدر تخلينا الدراسات اللي صارت صح. يعني انا وقت اكون تابع 20,000 شخص 10 سنين بقدر. نعم.
بس تحكي عن الدهون، يعني المقصد اي دهون؟ كمان الزيوت اللي عم هلا وقتها نحكي دهون. طبعا الزيوت عامه لها علاقه، بس نعم. برجع بذكر انه نحن زيت الزيتون بكل اوقاته عم بيكون منيح، بس كمان وقت اقول خففوا بالمطلق يعني كمان بنخفف زيت الزيتون، ووقتها بدنا نختار زيت الزيتون. نعم. وبالنهايه بنذكر جوزيف انه وقت نقول احسن انواع بروتين بدنا ندخلهم، نرجع ما ننسى البلانت بروتينز او البروتين اللي جاي من مصدر نباتي، يعني مجموعه الحمص والفول والفاصوليا والعدس، هيدول خليهم يكونوا موجودين باكلنا بشكل دوري، يعني مش ناكل مره بالشهر. لانه بيلعبوا كذا دور، مش بس دور قصه تخفيف. لا لا، للوقايه من سرطان الثدي، لتخفيف ضغط الدم العالي، و امراض القلب والشرايين. نعم. فالبلانت بروتينز او البروتين نيت من المصدر النباتي. نعم. واذا بدنا نمرق بروتين حيواني، ما عليه نمرق بيضتين ثلاثه بالاسبوع او اكثر شوي، ما في مشكل مع السمك اكيد. نعم. ندخل السمك. يعني ثانك يو لك كارلا، دائما النصيحة جديدة، والدراسات طبعا دائما في دراسات جديدة ودائما في نتائج جديدة. ومثل ما قلتي مؤخرا مثلا صفار البيض طلع من الدهون صح الكويسة، صح الكويسة الأشتغال، يعني في شغلات كتير بتتغير مع العلم ومع التطور. نحن بنتشكرك دائما up to date معك بكل شيء. بنشوف كارلا يوم الاثنين، وفيكم تسألوها أي سؤال عبر رقم الواتساب 03-010-533. الاثنين رح بتجاوبكم بحلقة مطولة. رح ناخد الشيف. جاهز شيف؟ جاهز. سمعت منيح الحلقة؟ نعم. يعني طبعا الله انا هيني اذا ما بستعمل زيت الزيتون كل الامراض، بس انه ما خفف الدهون اكيد. يلا عند الشيف فرشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين، وما كنتوا عم بتابعونا اليوم وصفاتنا، عنا ثلاث وصفات مثل ما خبرتكم مشاهدينا ببداية عالم الصباح. عنا وصفتين حلو وعنا وصفة واحدة مالح، ليه عنا ثلاث وصفات اليوم؟ نهارنا قصير. طيب وصفتنا لليوم بانكيك بالشوفان، هالطبق الكتير طيب. ايضا في عنا نجمات السميد او السميد المقلي، عنا كمان رز بالدجاج وسبانغ. هول هني وصفتنا لليوم. سبانغ نحنا نقعينوا مشاهدينا بالماي طبعا لحتى يصفى ولحتى ننظفهم كثير منيح، لان السبانغ بيحتوي على كميه عاليه من الرمل. طيب سبانغ بالماي، اما هلا دغري انا وياكم رح ننتقل لنبلش بوصفه الحلو، نبلش بالسميد المقلي او نجمات السميد. طيب لكن مشاهدينا رح استعين بالسميد، عندي اول شيء سميد، رح احط سميد بالخلاط الكهربائي، رح ضيف للسميد من الطحين. لكن عندنا سميد وعندنا ايضا مشاهدينا من الطحين، رح نضيف كمان من سكر البودره، وايضا رح نضيف من الخميره، وبدنا نضيف من البيكنج باودر كمان، وكمان بدنا نضيف من زيت النباتي، وايضا بعد عنا بدنا نضيف من المي. هون بنطحنهم او عفوا بنعجنهم. لكن مشاهدينا بلشت انا بخلط العجينه، رح ضيف العجينه بعد قليل من المي لحتى تتماسك كلها سوا على بعضها. رح احشي هالعجينه بالجبنه المرهميه، اعملهم بشكل نجمه او اعملهم بالشكل اللي بدي اياه، المهم انا السميد رح قليه او هاي العجينه رح قليها. بعد ما قليها رح شيلها دغري وحطها بالقطر. صار الوقت لحتى ضيف المي، لكن ضفنا كمية من المي، نخلطهم مع بعض بهالشكل هيدا. طيب هيدي العجينة بعد ما نعجنها كلها سوا رح شيلها وحطها فوق الفرن. ليه رح نحطها فوق الفرن؟ فوق الفرن لأن عندي مكان دافي بدي إياها تتخمر. بعد ما تتخمر رح نرق العجينة، رح نقطعها بالشكل اللي بدكن إياه ونحشيها بقلبها مشاهدينا من الجبنة المرهمية. أما في عنا البانكيك طبعا بالشوفان، للبانكيك بالشوفان في عندي شوفان، في عندي بيض، في عندي لبن، ايضا في عندي طحين، في عنا كمان مشاهدينا
من السكر، عندنا من الفانيل، وعندنا ايضا من بيكنج الباودر. هون في عندنا شويه فواكه مشكله، الفواكه المشكله طبعا رح نحطهم على وجه البانكيك. البانكيك رح نحضرها مشاهدينا باخر فقره من فقرات رشه ملح. رح نحضر هلا كمان، رح نسلق او رح نطبخ الرزات، نحضر الرزات كمان للسبانخ. الخضره عندي خضره مشكله رح اسلقها، لكن هيدي هي مشاهدينا الخضره المشكله رح نسلقها، رح نرجع نقليها بزيت الزيتون. مثل ما خبرتنا كارلا انا ما بستعمل الا زيت الزيتون وما بطبخ مشاهدينا الا زيت الزيتون. طيب هون خلينا نشوف العجينه. رح ضيف انا بعد نقطه مي للعجينه ونطرها لحتى تتماسك عندي العجينه. بعد ما تتماسك رح شيلها حتى دغري على الفرن او فوق الفرن لحتى تتخمر. لكن المشاهدين رح خبركم انا بعد شوي عن كامل وصفاتنا، وباخر فقرتين رح ننهي هالوصفات. اما هلا بالعوده لك جوزيف، شو بك نايم؟ لا بس تخيلوا انتو صوت الشيف حسين وصوت المكسر مع بعض، بس تخيلوا. هلا برجعكم بعد البريك، اعطوني رايكم.